لو انصفك القضاء رسميا ورجعت في القضية المنظورة حاليا يعني القضية المشهورة هيبقى ايه رد فعلك يعني بخصوص الموضوع؟ ولا اي حاجة خالص. نفترض ان القضية النهاردة وخدت حكم قضائي ان انت ما عندكش مشكلة وده امر طبيعي جدا. لازم هو ده مربط الفرس. انت انتوا خدت كمجلس اداره. مجلس اداره يعمل ايه؟ يعمل اجتماعات مجلس اداره لتيسير امور النادي. هو ده الطبيعي. يعني النهارده احنا لو بنتكلم يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. لو بنتكلم بشكل عملي فليه نادي الزمالك متوقف لغايه قضيه هاني العتال؟ هاني العتال نزل بقوه القانون على فكره. انا مش نازل غصبا عن حد. انا نزل بقوه القانون ونجحت بقوه الجمعيه العموميه اللي هم اعضاء نادي الزمالك. فده خلاص يبقى مصلحه نادي الزمالك فين؟ ان يبقى الحال كما هو عليه، نعمل اجتماعاتنا، نسير امور النادي، نشوف الاحسن ايه اللي نقدر نقدمه في الاربع شهور اللي احنا ما عملناش فيهم اي حاجه في الفتره اللي فاتت. على اساس لما يجي حكم سواء كده او كده فانا اول واحد هحترم هذا القانون. وده مش هقول لك عشان انا النهارده بقيت نائب رئيس النادي، لا انا هرجع اقول لك الكلام ده انا قلته وفي تصريحات باسم كده. اول لما استبعدت اول مره قلت ان انا بحترم القانون وهرجع بالقانون وهرجع بحكم قضائي بالقانون، لان انا شايف ان انا ليا حق، قدمت ان انا ليا حقوق ورجعت.